السلام عليكم اخوان، كما تتشوفوا هذه بيضه، هاي بيضه بلديه مطحونه. هذا كسكس درته البارح في الماء، تدير واحد العاشقه كبيره وجوج عواشق ديال الماء. تعطينا هذا كما تشوفوا، شدوا الخلطه بحال هكا مزيان كما تلاحظوا، نخلطو مزيان بهذه الطريقه هذه صافي، خاصني ندمج. ودابا هنا تنخدم الاخوان، تنجيب هاهي خميره البيره، تندير غرام، تنجيب سبيرولي تنديرها واحد القريصه دوكا، حتى دي خاصها 5 كيلو فيها غرام من هذه. انا تنديرها واحد القريصه حتى تطلق اللون ديال الخضوريه. صافي هادشي راه كافي. وتندير عاشقه ديال الباطي ناشف، ها هي تندير واحد نص عاشقه ديال الزريعه ديال الحريقه. هذا الدود مجفف تنحاول تندير بالغرام باش ما تنضيعوش بزاف، تندير جوج غرامات كافيين وشويه، جوج غرامات راه عامرين كما تتشوفوا الاخوان. وهنا تندير الخرقوم، ها هو خرقوم بلدي، تندير واحد غرام، ها هو غرام ديال الخرقوم بلدي. وهادو كما تشوفوا الاخوان، هادو هما القطاني اللي مطحونين كاملين، ها هما تما تندير منهم واحد غرام، جوج غرامات القطاني. وتنجيو للحلبة، تندير منها تاهي جوج غرامات، وتنجي هنا الخامي هذاك الثومة، بودرة الثومة مع قاصحة شوية تنديرها نص غرام، الريحة ديالها مجهدة. وتنجي هنا الأعشاب هادو اللي مخلطين، هاهما الأعشاب هادو تندير فيهم تاهم واحد جوج غرامات. كما تتشوفوا الإخوان، يعني هاد المكونات هما كاملين اللي عندي هنا راه درتهم. وهذا خل التفاح، تجي تا الاخر وتندير منه واحد شويه، راه ما بقاش عندي فيه بزاف، ندير واحد 7 نقطات حتى 10 نقطات راه مزيانين. ونيت الباطاتين تيرطاب واحد شويه صافي، تنخلطوا هادشي كامل تيد. ها كما تشوفوا الاخوان، ها هما الباطي دابا تخلط ديالنا. تاكدنا بان هاد العناصر هي اندمجات، ها هي اندمجات العناصر. شوف وتالاخر، وتنجي تناخذ قرعه ديال زيت العود، وتناخذ واحد العاشقه صغيره ديال زيت العود، هي هذه ها كما تشوفوا. هذا راح تخوى ليا شويه، ماشي مشكل. كما تشوفوا زيت العود راه مهم حتى هويا، وما تخليش لينا العناصر يعني تكون ناشفه، ودير لنا القبط للطويرات مع فيها البيض، وشوفوا اللي عند الوليدات صافي دير لها بحال هكا، تخلطها بزيت العود مزيان. ها هو الباطي عندنا مخير منزلي بحال ديال الزنقه. واش كما تشوفوا الاخوان، ها هو هذا، ها هو الباطين خير، تعطي الطويرات ياكلوا فيه وفي العناصر مغذيه. وهادشي اللي كاين الاخوان، راه ما خبينا عليكم والو، نتمنى من الله عز وجل يتقبل منا ويسرنا الامور. والسلام عليكم ورحمه الله. وهذا خويا الاخوان، هاد الباطي هذا راه تنعطي واحد العاشقه صغيره للفريخ، راه دوكاي هاد العواشقه هادي راه كافيه ياكل فيها نهار كامل، ولا عيشت عيشتو، ولا عياكلو عياكلو. وتبارك الله الاخوان، والله يسر الامور.